الشهر اللي احنا مجبرين اننا نجلسوا في الدار نقدروا نستغلوه ونخرجوا منه في الاخير حاجه اللي تفيدنا من بعد. حنايا اللي حنا عايشينه دابا ان شاء الله في واحد الوقت ما غاديش يبقى ان شاء الله، اكيد ربي غادي يرفع علينا البلاء. ديما نحسنوا الظن بالله، فمنين يجي داك الوقت اللي غادي نخرجوا فيه على الاقل نكونوا درنا فيه شي حاجه. يعني داك الا بس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، الشمس خارجه، الجو زوين، ما عندناش الحق نخرجوا ليه، ولكن ماشي مشكل، نحاولوا نستغلوا هذا الشهر هذا اللي زاد اللي زادت مددات لنا الحكومه المغربيه ديال الحجر الصحي، يعني حتى 20 ابريل حنا ناخذوه بايجابيه ونحاولوا نستغلوه في واحد الحاجه. يعني شهر انتقازه في الدار، ما من حقكش تاكلي برا لانه بطبيعه الحال كاع لي سناك ولا كاع لي ريستورون سادين، يعني ما غاديش تاكلي اكل دسم ولا اكل كثير السعرات. ما عندكش الحق تشري لي باتيسري لانه انت خاصك تعزي جهاز المناعه ديالك، وبطبيعه الحال اي حاجه فيها الحلويات او فيها السكر فما غاديش يفيدك في هذه الفتره هذه. ما غاديش تاخذي مشروبات الغازيه، ممنوع عليك لانه كذلك خاصك تعزي جهاز المناعه ديالك، وبطبيعه الحال المشروبات الغازيه كطيح جهاز المناعه، زائد انها كدير هشاشه العظام، فما من حقكش ديري شحال من حاجه اللي انت كنتي كديريها قبل، واللي واخا كنتي كتبغي تبداي ريجيم ولكن كتلقاي راسك شي نهار هكا اشتهيتي داكشي فكتمشي كتاخديه. دابا انت عارفه راسك ما عندكش الحق، يعني ما عندك الهدايا، خاصك تشربي الماء بزاف لانه انت مضطره على حسب المرض. رحنا ذكرنا بزاف ديال الحوايج دابا ما نعاودوش. خاصك تاكلي صحي لانه كذلك خاصك تعزي جهاز المناعه ديالك، خاصك تاخدي لي خوي لانه كذلك خاصك تعزي جهاز المناعه ديالك. فنستغلوا هذا الشيء كامل اللي حنا مجبرين نديروه في هذا الوقت باش نطيحوا الوزن، يعني نضربوا عصفورين بحجر، نعزوا جهاز المناعه ديالنا ونطيحوا الوزن في نفس الوقت. اصلا ديما انا في الريجيم اللي كنقول لكم واللي انا درته وطيحت عليه 23 كيلو وبوحدي، يعني درته بوحدي في الدار، وبطبيعه الحال نقص دهون، وبطبيعه الحال كيف نتوما لاحظتوا يعني ما بينش عليا لا فاتيك ولا العيا ولا هذا. بالنسبه للناس اللي كيديروا ريجيمات اللي هي قاسيه وكيحرموا راسهم من بزاف ديال الحوايج اللي الجسم ديالنا محتاج ليه بشكل يومي، فلهذا انا اصلا النظام الغذائي اللي كنت متبعه بناء على بزاف ديال خبراء التغذيه اللي انا كنت كناخذ من هنا ومن هنا. دابا يوتيوب فيه كل شيء، ديما حنا نستغلوا يوتيوب في الحاجه المزيانه، الحاجه اللي غادي تفيدنا. فخديت من هنا ومن هنا وعرفت انه كيفاش انا خاصني ندير. اصلا حاجه سهله، بغيتي تنقصي وزن نقصي سعرات فقط، ان داك الميتابوليزم دو باز ديالنا اللي هو شنو هو، يعني داكشي اللي دخلتي للجسم ديالك كتحرقيه، عندنا واحد العدد السعرات ديال النهار، كل واحد وشحال العدد السعرات اللي عنده كيحرقوا في النهار باش هكا كيخدم الاعضاء اللي كاينه في الجسم ديالك. هادشي راه سبق لي وقلتو، يعني بلا مجهود بلا والو كيحرق واحد العدد السعرات. حنايا داك العدد السعرات ملي كنعرفوه كنقصوا عليه، يعني انت شنو محتاجه في النهار كتنقصي عليه، فملي كتنقصي عليه الجسم اوتوماتيكمون كيمشي للدهون وكيحرقها. يعني من بعد ما كيحرق داك الميتابوليزم دو باز اللي هو ضروري خصو يحرقو باش يعطي الطاقه للجسم، باش نخدمو القلب، نخدمو العضلات، تدفق الدم في الجسم ديالنا. فمن بعد كيمشي، منين انتي كتنقصي ليه السعرات كيمشي هو للدهون اللي انتي مدكسه عندك في الجسم وكيحرقها باش هكا يعطي طاقه للجسم، لانه انتي اصلا ما عطيتيش داك كفايته داكشي باش، ولكن كفايته حنا نعطيوها ليه من مصادر اخرى، غير هو ما نعطيوهش كفايته من السعرات فقط، اما الاغذيه راه غادي نعطيو داكشي اللي الجسم ديالنا محتاجه. لهذا ديما كنقول الريجيم الصحي ماشي هو ناكلو غير لي سالاد، الريجيم الصحي ماشي هو ناكلو الخضره مسلوقه ولا مفوره، الريجيم الصحي ماشي هو نحيدو الدهون بصفه عامه، الريجيم الصحي هو انه ناكلو كلشي كاع داكشي اللي كتعرفي ممكن تاكليه، فقط الحلويات، المشروبات الغازيه، السكر الابيض، الملح نقصو شويه، يعني اما الاشياء الاخرى راه ممكن تاخدي كلشي ولكن بطريقه معتدله، الكميه تكون ناقصه، الطريقه ديال الطهي تكون صحيه بطبيعه الحال، وناخذوا كل شيء. كيف سبق لي وبارطاجيت معكم الريجيم اللي انا كنت دايره، دابا غادي نقول لكم باختصار، هو انه في الصباح كناخذ خضار، بالنسبه للناس اللي ما يقدروش على الخضار خذوا بروتين ونشويات في الصباح.
ما بين الفطور والغداء كنت كناخذ كولاسيون اللي كتكون عباره على واحد الحبه ديال الفاكهه، الا كانت كبيره ثلاثة ولا أربعة حتى الخمسة الحبات ديال الفاكهه، الا كانوا صغار على حسب الحجم ديالهم. بالنسبه للغداء كنت كناخذ خضار، بروتين، نشويات، غير هو النشويات كنت كنقلل عاوتاني منهم ماشي بحال الفطور. يعني كناخذ مثلا الا كان الخبزه ديال السوق، ولكن دابا ما حقناش في الخبز ديال السوق، طيبوا الخبز ديالكم في الدار يستحسن. يعني الخبزه الا كان شويه كبيره فكناخذوا النص ديال الربع ديال الخبزه، يعني غير واحد بحال الا قلتوا النص ديال الكف ديال يديكم فقط ديال الخبز. ومن بعد كنكمل غير بلا فوكشات، يعني كناخذ الخضره ديالي الباقيه غير بلا فوكشات. اي حاجه طيبتها في الدار ماشي بالضروره طيبي لراسك، طيبي كاع للدار وانت كتاخذي واحد الكميه اللي هي صغيره. طيبتي اللوبيا، العدس، الحمص، هادو راه متواجد فيهم النشويات فما تاخديش معاهم الخبز، يعني كيتخادو غير بالملعقه وراه كلشي بالولف، كلشي بالولف. حنا دابا ولفنا اننا ناخذوا هذه المسائل القطنيه غير بالملعقه وما ناخذوهاش بالخبز. البروتين كيف قلت لكم واحد الكميه باش ما نبقاوش نعبروا، كاين الناس اللي كيبداو يقول لكم عبروها شحال من غرام، خذوا الكف ديال الايد ديالكم بروتين، خذوا الكف ديال الايد ديالكم. وشنو ما كان عباره على حوت، لحم، صدر ديال الدجاج، غير هو من الاحسن انه نكثروا شويه من الحوت في لا سيمين ديالنا. والخضار بطبيعه الحال الخضار غير خطودي على راحتك، الا كانت الخضار خضراء فغير هو الان ما خصناش ناخذوا الخضار خضراء لانه نخافوا ان يكون فيها داك المرض اللي قلنا. فالمهم حتى الا طبخنا الخضار مثلا نفوروها ومن بعد نتبلوها بشويه ديال زيت البلديه، نسطيوها هكا في مقيله، المهم نتفننوا حنايا في الخضار كيفاش بغيناهم وناخذوا على قداش ما قدرنا. فما بين عاوتاني الغداء والعشاء كنت كناخذ كولاسيون واحده اخرى اللي كانت كتكون عباره على واحد الكميشه صغيره هكا ديك ديال المكسرات، ممكن تكون متنوعه يعني قرقاع، لوز، كاوكاو، ولا تكون غير واحد النوع معين على حسب القدره الشرائيه ديالك انت ماشي مشكل. ممكن ناخذ غير كاوكاو لانه هو رخيص، ناخذ غير كاوكاو حتى هو راه فيه بروتينات، فيه دهون صحيه، ناخذ واحد الكميشه هكا صغيره وناخذها. الزبيعه حتى هي تعتبر غير وما تكونش مالحه، تعتبر حتى هي من المكسرات. وفي العشاء كاين الناس اللي كيحيدوا العشاء، ملي كيقولوا ريجيم صافي كيقولوا العشاء ضروري خصو يتحيد، هو لا، العشاء غادي تاخدي فيه بروتينات وتاخدي فيه خضار فقط، هنا ما كناخدوش نشويات لانه ممنوع النشويات في العشيه. خضار وبروتينات ناخدوهم باش هكا منها كتعمري الكاش ما تحسيش بالجوع في الليل وتنوضي عاد كتغينيوطي في الليل مني ما تقدريش تصبري، ومنها حتى كتخلي الجسم انه خدام على طول النهار باش هكا يبدا يحرق على طول النهار وما يعتبرش راسو بلا راك انت حطيتيه في حاله جوع وهكا كيمشي كيشد لنا الدهون وما كيبغيش يطلق منهم. يعني منين كيشوف الاكل داخل على طول النهار هو كيبدا يطلق الدهون على طول النهار، وحنا هذا الشيء اللي بغينا، يعني ما نحرموش راسنا ناخذ كل شيء. غير هو ديما كيف كنقول الكميه هي اللي كتقلال، الطريقه ديال الطهي كتكون صحيه اكثر، والوجبات يكونوا فوقتهم، الجسم خاصك تدخلي ليه الوجبات فوقتهم باش هكا ينقص الوزن. دابا شنو هي الخطه اللي غادي نمشيو عليها في هذا الشهر هذا كامل واللي انا غادي نمشي عليها معكم، لانه اختكم اللي انجلسات زاد شويه في الوزن. بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش، اما البنات اللي في انستغرام معايا راهم عارفين انه كنت كنشارك معهم لي روبا، الرياضه اللي كنت كندير بشكل يومي. هو انه انا كنت بديت التضخيم، التضخيم هو اكتساب كتله عضليه، يعني كنكبر العضله في الجسم ديالي. بطبيعه الحال ما غاديش تكبر بديك الطريقه اللي حنايا كنشوفوا في دوك الناس اللي الاختصاص ديالهم داكشي، غادي نكبرها غير بواحد المعدل اللي هو معقول فقط، غير باش الجسم ديالي ياخذ واحد الهيئه اللي هي زوينه. لانه ملي كتكبري العضله من بعد عاوتاني ان شاء الله كندير التنشيف، كنحيد كاع الدهون اللي دخلات في الوقت اللي انا كنت كنكبر فيهم العضلات، لانه ملي كتكبروا العضلات كتزيدوا في النشويات والبروتينات بواحد الكميه اللي كبيره، فاوتوماتيكمون كتزاد واحد شويه ديال الدهون بطبيعه الحال. ولكن دوك الدهون من بعد كنشفوهم فكيبقى غير الكتله العضليه هي اللي كتبان في الجسم ديالك، فكيبان الجسم ديالك فريمون واخد واحد القوام اللي هو رائع. الكريشه كتدخل بطبيعه الحال كليا. فانا كنت بديت هذه شهرين ونص اللي بديت تضخيم، لي غوبا ديالي تبدلوا، سبور في لاصال تبدلات، يعني كنت كنهز لي زالتاغ بطبيعه الحال، يعني الاثقال غير هو ماشي اثقال اللي هي كبيره بزاف، ما تسمعوش الاثقال وتقولوا اختكم راه كتهز 15 كيلو، راه غير كيلويات اللي هما قلال. كيف قلت لكم انا بغيت نكبر العضله غير بشكل معقول فقط. فمنين سدوا لاصال وجلست انا في الدار فكنت مرضت شويه بظهري كان كيضرني، فما قدرتش انني نلعب رياضه.
لهذا خصكم زدت واحد شويه، هو ماشي بزاف كيلو ولكن كوميم بعدا تزاديت. فلهذا قلت لا غادي نحبس وغادي ندير مع البنات نستغلوا هذا الشهر هذا، ما بقاوش غير جالسين في الدار ودايرين رجل على رجل وكناكلوا ودايرين الحلوه 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 كل نهار الحلوه، ما تكثروش من الحلوه البنات واخا جالسين في الدار حاولوا ناكلوا صحي. عاوتاني الحلويات راكم عارفين فيها سكر، وحنا السكر راه كينزل المناعه، هادشي راه حنا قلناه وعاودناه كينزل المناعه، وحنايا اكثر وقت محتاجين فيه المناعه ديالنا هو هذا الوقت هذا، سواء حنا سواء وليداتنا. فكيف قلت الخطه اللي غادي نمشيو عليها هو انه غادي نديرو صيام متقطع. علاش؟ لانه الصيام المتقطع كيعاوننا باش نحرقوا الدهون بشكل اسرع، وزائد انه كيعزز جهاز المناعه ديالنا. علاش؟ لانه حنا ملي كنصوموا فوق 12 ساعه، صيام متقطع ولا صيام عامه، ملي كنصوموا فوق 12 ساعه الجسم ديالنا كيمشي للدهون، مجبر انه يمشي للدهون يحرقهم، زائد انه الجسم ديالنا كنعطيوه فرصه، يعني بما اننا ما كندخلوليش الماكله في واحد المده اللي هي طويله، كنعطيوه فرصه باش انه يمشي ينقي راسو، كيشوف كاع دوك الخلايا اللي هي مسرطنه اولا الخلايا اللي هي ما بقاتش نافعه، كيقتلهم وكيخلي البلاصه الخلايا جديده باش انها تجي، يعني كيولي الجسم ديالك جسم جديد وجسم صحي. جهاز المناعه بطبيعه الحال كيولي اقوى، وحنا هادشي اللي محتاجينه دابا. اما عادي لازمتي عليه شويه ديال الحركه وشويه ديال السبور، ماشي شي سبور خطير، داكشي اللي كنت شاركت معكم غير المشي في حدود كيلو ونصف، الفيديو اللي كنت بارطاجيته معكم في المنزل هذاك راه كافي، شويه ديال نط الحبل فقط، طلعي الدروج ونزليه الى عندك فقط، هادشي فقط راه كافي. ملي كنزيدو البنات السبور في الروتين ديالنا اشنو كيوقع؟ الا كانوا عندك شي خلايا كيف ما كانوا مسرطينه، خلايا ما مزياناش، مرض، اي حاجه عندك في لو سيستيم مينيتار ديالك، اشنو كيوقع؟ ملي كتلعبي سبور التدفق ديال الدم كيكون بطريقه جيده في الجسم ديالنا، فشنو كيوقع؟ وبطبيعه الحال الاكل الصحي كيكون منتظم، فشنو كيوقع؟ عندنا واحد الخلايا كيمشيو كياتاكيو دوك الخلايا اللي هي ما مزياناش، اللي هي سرطانيه، اللي هي اي حاجه ممكن تطيح على بالكم، كياتاكيوها كيقتلوها كيخرجوها من الجسم ديالنا، كيلوحوها من الجسم ديالنا، وكي يجيبوا في بلاصتهم خلايا اللي هي صحيه اكثر، يعني رياضه اكل صحي، كاع هذا الشيء غادي يعزز المناعه ديالك، غادي يفيدك وغادي تنقصي دهون. ومن غادي نخرجوا ان شاء الله من هنايا شهر، وان شاء الله غادي يكون هذا المرض مشى، ان شاء الله خصنا غير نلتزموا، غادي يكون كلشي مشى، غادي يكون هادشي غير تعاويذ نعاودوه من بعد، فغادي تلقاي راسك انتيا ضربتي عصفورين بحجر، جهاز المناعه ديالك عززتيه، ممكن تقاومي اي مرض اخر ممكن يجي من بعد، ونقصتي الوزن بطبيعه الحال، يعني نكونوا درنا جوج ديال الحوايج. فالمهم من بعد ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كيفاش كل واحد غادي يقدر يدير ريجيم ديالو في الدار بناء على الطول والوزن ديالو، سهله ما محتاجين حتى شي حد اخر، يعطيكم واحد ان ريجيم اليمونتير، كل واحد فينا غادي يقدر يدير ان ريجيم اليمونتير ديالو في الدار بلا ما يشريه، لانه ديك المره كنت كنهضر مع واحد صاحبتي وقالت لي اختها شرات ان ريجيم اليمونتير ب 150 اورو، مع انه هي تقدر بوحدها ديرو في الدار. فان شاء الله من بعد غادي نبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا. اما الان كيف قلت لكم غادي نمشيو على هذه الخطه هذه ديال 30 يوم ان شاء الله باش نطيحوا فيها الوزن. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم اللي غادي يكون قريب بطبيعه الحال خمسه ديال الوصفات ديال الغداء، لانه ديجا بارطاجيت معكم خمسه ديال الوصفات ديال الفطور اللي ممكن تعتمدوها في الريجيم، ودابا غادي نبارطاجي معكم خمسه ديال الوصفات ديال الغداء اللي ممكن كذلك تعتمدوها في الريجيم، كيف غادي تشوفوا فيها كاع داكشي اللي ممكن الجسم ديالكم يشتهاه ولا النفس ديالكم يشتهاه، فقط ديما كنقول بدون حرمان، فقط الكميه غادي ناخذوها قليله، نبداو ناكلو على طول النهار ولكن ندخلو سعرات قليله للجسم ديالنا غير هو على طول النهار، والطريقه ديال الطهي بطبيعه الحال غادي تكون صحيه. فما نزيدش نطول عليكم بزاف، وباش ما نطولوش الفيديو اكثر غادي نخليكم هنا، وغادي نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون قريب جدا. خليتكم في امان الله، انتظروني فيديوهات اخرى، خليكم معنا.